انت يا ابني انت وانا مش قايل لكم تراجعوا الدرس ده في البيت؟ ما تراجعش ليه؟ ها؟ وانت يا ابني انا مش قايل لك تجيب ولي امرك؟ قلت لي ابويا انقتل، قلت لك هات امك، قلت لي امي اتقتلت، قلت لك هات خالك، قلت لي خالك كهرب. انا عايز اشوف حد من عيلتك، انت هتتعلم يعني هتتعلم. اوكي 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 الله يرحم ابوك يا اخويا. دلوقتي يا اخويا انت وهو وهي اسمعوا النتيجه بتاعت امتحان الاسبوع اللي فات. سيد ابراهيم عوضين فندم 4 من 50. الف مبروك الف مبروك. بس انت هنا خلاص، اسمع بقيه النتيجه. ابراهيم محمود ابو جبل. انا جبت كام؟ انت خدت 62 من 50 يا ابو جبل. بارك له اخوك ابو جبل، باركوا له. مبروك يا ابو جبل. واللي هناخده دلوقتي حرف الالف. حرف ايه؟ الالف. حرف الالف ده من الحروف المميزه، ولما بتبقى الهمزه فوق بنقول اه، لما تبقى الهمزه تحت بنقول ايه. انت يا بنت يا صباح، انت بنت مزاكي ها؟ قولي لي يا بنت كلمه بتبتدي بحرف الايه. ايه ايه ايه؟ لا ايه دي تقوليها لما ترتاح انت وامك كده جنب الفرن. جاتك نيله انت يا واد انت. ايوه يا فندم. قول لي كلمه بتبتدي بحرف الايه. إليسه. من يا اخويا؟ إليسه. مين إليسه دي؟ واحده كده بترقص وتغني بس ايه؟ زي لقطه القشطه يا فندي. نيل يا عجل يا اهبل. انت يا راجل انت، قول لي كلمه بتبتدي بحرف الايه. اتو. من يا اخويا؟ اتو. مين اتو دي؟ ده لعيب كبير قوي. اهي الكوره دي اللي هتوديك في داهيه وتلحس دماغك. يا راجل اتعلم، ده العلام اهم حاجه في الدنيا. هنعمل ايه بس بالعلام يا استاذ رمضان؟ ده الواحد فضل له يومين ويموت. اهو لما الملائكه تسالك تعرف تجاوب. ايه دي؟ ايه يا دياب؟ بتنصب الفاعل؟ اما بتنصب الفاعل من دلوقتي، اما لما تكبر هتنصب على مين؟ صفر. حاسب في ايه؟ انت طول الليل هتفضل تتخانق مع الكراريس كده اهو. تعالى لي يا دموك انت روخر. اه يا دموكي، مش عارف تجر المضاف ليه؟ مش عارف. طب حيات حيات لما انا لما حياتي لا صفر. تعرف يا ولا يا رمضان، أنا قابلت النهاردة تهاني بنت الحاج سليمان، بقت زي لقطة القشطة ما شاء الله، وفتحت أمها في الموضوع. البنت ما تتعيبش وهتساعدك تلم لك الكراريس اللي عمال تبعتر فيها طول النهار. اهدي اهدي يا نهار اسود ومنيل. آه آه شقايا راح ياما، شقايا اللي قضيته في التربية والتعليم راح ياما. ده انت ليتك سودا يا عواضين، انت اللي خلفوك. فسحي فسحي. طب اشرب بس شاي وروق دم. شاي ايه؟ شاي بشاي دهون؟ دم عواضين واهله هيسيح شاي الشاي دهون. فسحي فسحي. استنى يا رمضان، هو عمل ايه؟ بصي عمل ايه؟ اللي فندي كتب لي في الكراسة بص الواوا ليك الواوا صح؟ انا بردانة صح؟ انا قاعد امتع في صوتي وهو يكتب لي بص الواوا. طب استنى بس يا رمضان استنى. الواد امه ماتت وبياخد العزا النهارده. امه ماتت ده حاجه بتاعت ربنا، شغلي لازم اربيه عليه يعني هربيه. صدق الله العظيم. استاذ رمضان جاي يعزيك بنفسه يا عوضين. بيحبني قوي يابا. لا مؤاخذه يا مولاني. يا جماعة اللي فات اللي انتوا عاملينه راجل وجاي تعزوه في امه كتب النهارده في الكراسة دهيا في درس الصرف والنحو بوس الواوا صح ليك الواوا اح. والله ولسه فيك نخوة يا بلد. وزير التربية والتعليم. ايه ده يا استاذ بهاء؟ معقولة ابن رمزي هو اللي خرشمك كده؟ يا فندم انا مش جاي اشتكي الاستاذ رمزي عشان تعاقبه، بس كل اللي انا طالبه انك تحنن قلبه عليا وارجو انه ما ياخدش خبر بمجيئي هنا. لا 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 انا لا يمكن اسكت على كده ابدا. معناها ايه الكلام ده؟ اكسر لك دراعك ورقبتك. لا دراعي بس يا فندم، رقبتي ابن السيد معالي وزير البيئة. وايه اللي تحت عين انت؟ دي؟ لا ده ابن عضو مجلس الشعب. انا لا يمكن اسكت على كده ابدا، دي اسمها فوضى. نعم الاستاذ رمزي ابن حضرتك. خليه يتنايل يدخل. ياسو.
على فكره انت ولد سافل وقليل الادب. ايه اللي انت عملته ده؟ ازاي تمد ايدك على مدير المدرسه بتاعتك يا كلب؟ ده كول داون، انا كنت بحوش عنه. الفصل كله كان بيتخانق وهو اتعجن في النص. مش صح كده يا مستر بهاء؟ اه الحقيقه الاستاذ رمزي ما كانش بيضرب، كان بيحوش. الظاهر ان انا دلعتك زياده عن اللزوم. انا لما كنت في سنك وكنت اشوف المدرس بتاعي كنت بعملها على روحي. استاذ بليز اخلص خالص. انا هنقلك من المدرسه دي، هوديك المدرسه اللي انا درست فيها في الارياف في بيت بدر حلاوه عشان تعرف ان الله حق. استاذ بهاء انا بعتذر لك بشكل شخصي. ربنا يخلي معاليك يا فندم. عقبال باقي الوزراء من ايد ولادهم من عندي يا رب. اسمعي يا مصر، المشوار اللي احنا رايحينه ده هو اللي خطوبه ولا قرايه فتح، ده اختبار للبنت وخلاص. اتفقنا؟ ايوه ما ايوه. واوعى تكوني قايله لحد في البلد كده ولا كده. وغلاوتك ما قلت لحد، على الاقل الجوازه ما تتنظرش. ان شاء الله. يلا نط يا امك. ان شاء الله. ادعي الله ربنا يوفقنا. مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الناس دي عرفت منين؟ انا مش عرفني وانا يعني هقول. لا ما انت مش هتقولي، ده ناقص الزرعه تقولي الف مبروك. وهني فتاني. ماشي يما ماشي. مبروك يا ام رمضان. شايفه يما؟ مالك يا ام شلبيه؟ مالك دنياك. مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. تعرفت منين يا سلامه؟ كل الناس كانوا بيتكلموا عليها امبارح. سوق السمك يا استاذ رمضان. سوق السمك كمان. هو انت كنت هتعشينا ايه النهارده يما؟ سمك. امشي امشي. يا صلاه النبي يا صلاه النبي. زفه كمان زفه يما. كل دي هم قلتيش لحد. كاني ناقص اروح الاقي نفسي مخلف منها عيلين. يا ضنايا مش اني دول همك. والله ده شرف كبير انك انت هتناسبني يا استاذ رمضان. انا مش عايزك تستعجل يا حاج سليمان، انا لسه ما ناسبتش حد. عاده هناك زيجات كثيره نبداها بضحك ولكن تفشل في النهايه. اسمعي يا بنتي يا تهاني، هتخرجي من بيت ابوكي على بيتي على القبر على طول. اللي تشوفه طبعا يا استاذ رمضان. ابوك اللي بيضحك على طول ده هون هتشوفيه مرتين بس بعد كده. مره واحنا بنكتب الكتاب واللي بعديها مباشره لما يموت تيجي تلقى عليه نظره الوداع وانتهينا. ده كرم والله يا استاذ رمضان. لا مؤاخذه يا حاج سليمان، الاعمار بيد الله. اما بالنسبه لموضوع الاغاني فديه بند مرفوض تماما، حتى على سبيل الدندنه وانت في الحمام مرفوض. يعني مرفوض. ما تفتحش عينين البيت يا استاذ رمضان، دي لسه قطه مغمضه. اللي اوله شرط اخره نور يا حاج سليمان. ودلوقتي انا عندي سؤالين ليها وجها لوجه بالاذن. بيمتحنا الاستاذ رمضان، بيمتحنا ناجحه باذن الله. السؤال الاول، هل تضعين احمر خدود على خديك؟ ابدا والله يا سيدي الاستاذ رمضان. ايه مناسبه الزغروطه ده هي؟ وايه اللي دخلك في الكلام؟ انا بسالك عن خدودك ولا عن خدودي؟ رمضان عذرا يا امي. امي جاوبي يا بت. لا والله يا استاذ رمضان. لا ايه، امال الدم اللي بيبك في خدودك دي يا بت؟ ده حمار رباني. هي حصلت تغشيشها وانا واقف؟ انا بسالك ولا بسالها هي؟ انكتم خالص. السؤال الثاني، هل تصففين شعرك او تكوينه او تسشورينه عند الكوافير؟ طبيعي والله يا استاذ رمضان. لا ازاي يا بت وانا شايفه زي الحرير كده؟ ده حرير رباني. يمين بالله علقك وعبطك قدام اهل بيتك، اما اكون بسال حد الكل ينكتم. بت يا تهاني، عيناك العسليتين البنيتين اللي انا شايفهم دول، عسلي عسلي وبني بني ولا لنسز؟ لنسز رباني. تصدق بالله ان كلمه تانية هطردك بره وما هدخلك لو جبت لي مين في البلد؟ يا راجل انكتم. بنت يا تهاني، انت ايه علاقتك بالراجل اللي قريفني ده هو المدعو سليمان ابو حجر؟ رباني برضو. عاوزه تقول لك ابويا اللي رباني. خلاص بقى يا رمضان، ما تحبكش امال. نقرا الفتح. نقرا الفتحة، ويا ريت قهرا عشان لو فيه غلط ولا حاجة. الليلة دي سيبنا الله ونسى كل الدنيا دي ومطلع. الله 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 يا حاج سليمان، يا ريتها جت على اغاني الهبطة وبس. بص بص يلا يا ما نمشي بالبيت النجس ده. انت بتتشرف من الصبح ليه؟ هو بيت ابوك عمال داخل خارج، مش خدوده مش رجليه. انت مالك ومالك؟ ده انت تفت يا اخي، ده انت فك العبر. انت مش حاسس بنفسك يا جدع؟ انت انا اللي نفسي اسالك سؤال. اسال وانا جاهز للرد. انت قصير ليه؟ رباني. اشهدوا يا اهل البلد. رمضان اختشي يا رمضان. معذره يا امي. اشهدوا يا ناس، شوفوا العروسه بنت
اوضه نومي، اقسم بالله العظيم من اوضه نومي. الاولاني اهو اسمه حمائي، وكاتب ليها على الصوره ناويه. ناوي على ايه يا تهاني؟ ناوي على ايه انت وحمائي؟ وبص التاني كاتب ليها ايه؟ الاستاذ عمرو دياب كاتب ليها الليلاني. طب كنت خليناني بكره يا حاج سليمان. فضحتيني، قلبي فهماني انها جايبه شرايط ديت عشان تاخد كورس انجليزي. ايوه يا شيري، بكلمك من 100 بدر حلاوه. ايوه ابويا بربيني. لا المنظر هنا روش قوي، بقر وحمير عالي قوي يعني. التزم بالطريق، قلت لك التزم بالطريق. استنى شويه. طب ثانيه واحده، موف اوت ذا واي مان. دي كده ولا كده؟ مش ماشي لا كده ولا كده. اورايت ذاتس ات. Take it easy, Ahoy's. اهلا اهلا باشا، اتفضل. قيام، صباح الخير يا ولاد. صباح النور يا استاذ. جلوس. اعرفكم بزميلكم الجديد رمزي باشا، لازم تحبوه وتحترموه وتسمعوا كلامه، اعتبروه اخوكم. اخوكم ده ايه؟ اعتبروه الناظر. الا مؤاخذه، انت احسن من اي ناظر. ولا قوم ادوار فضلات اول تختي. لا 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 لا، هو سي ان ذا باك. ايه ده؟ ان ذا باك. انت وشوقك ان شاء الله تقعد في مكتب الناظر. اتفضل. حاجه كده على مقوس البلهانه والشفه. ثانك يو. تامرش بحاجه تانية؟ كاتشب. ليه؟ هو احنا وصلنا معاك في حاجه؟ I don't understand anything you're saying. You don't understand me. So there's no point, okay? ده واجب علينا برضه. انت فصلتني. انا افصلك؟ ده انت ابن الوزير، ده انت اللي هتفصلني. You take drugs as well. انجليزي ابن وزير بقى. في حاجه؟ I see you looking at my food. يعني في حاجة. أنا أنت منورنا يا محمد. لقيتها شايلاني طول العمر، قلت اشيلها هاني يوم بالغباوه اللي فيك دهيا. اجري على السفطه والعجلاتي. الاستاذ رمضان بيقول لك عايزها تيوتي قبل الحصه السادسه ما تخلص. والله انا من رايي تبيعها وتجيب لك بيها موتوسيكل. يلا موتوسيكل ايه فرومك انت واللي خلفيتك؟ غور غور انا ناقصك. نبي يا رب تعترني في الواد اللي قلبني في التير على زرع بصل ده. يا رب نادرين علي يا رب. لا كنت دابح ارنب بفرقه على البلد كله، بس عطرني فيه. ارقص يا اخويا ارقص. من الواد ده يا عوضين؟ يا مهندس بالك جديد جاي من مصر يا استاذ رمضان. اما اسالك تبقى ترد مش من راحه. ايوه يا اخويا ارقص. ايوه الدلع عايزك تفرح، الايام اللي جايه سودة عليك سودة. ايوه هات هات يا اخويا هات، ثاني هخليك الفت. انزل واطلع، انزل واطلع يا اخويا فرحني. انبسط انبسط. ايه يا اخويا اللي في ودنك دي؟ لابس حلقه يا ولد؟ الايبود. الايبود ده والايبود ده هو اللي بيرقصك كده؟ لا انا بسمع مزيكا. بتسمع مزيكا؟ لا اسمع يا اخويا، بص بقى اني هسمعك الايبود بتاعي ده هيرقصك على واحده ونص. اسمع كده. ايه رايك فتحي باشا يا اساتذه؟ مدير مكتب معالي الوزير جاي بنفسه عشان يطمن على رمزي باشا، واحنا كلنا خدامينه.
في العاب معينه يحب يلعبها رمزي باشا. رمزي باشا بيلعب سكواش، عندكم لاعب سكواش؟ ينوجد الكسو نجيبه. هو احنا مش كان عندنا كسواش؟ رمزي باشا لو جاله برد انت مسؤول قدامي يا فندم، احنا نعياله. ايوه معالي الوزير، انا في المدرسه. مش عاوز رمزي باشا يشتكي من ايتها حاجه، تتنقل له انضف تخت للفصل ويتلزق كله بورق الحائط. وعايزك يا استاذ حسين تتفق مع الابوار يبعت يوميا دسته جاتوه لرمزي باشا عشان نفسه تتفتح على المذاكره. ايه ده زلزال؟ ايه يا علاء بتجري ليه كده؟ استاذ رمضان بيضرب الواد الجديد. انهي واد؟ يا نهار اسود استاذ رمضان. الله يخرب بيتك يا استاذ رمضان، ده هيقفل لنا المدرسه. انت بتضحك عليه يا نهار؟ مش باين عليا وعلى خديني. اوعى انت يا رمضان، اوعى وسع يا ولد انك نوه. انا وان كنت الاخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل. اعربي يا ألفت، اعربي يا ألفت اللي بتمشي على الترعة بالعربية وتخبطي في الناس. اعربي يا ألف. لم أداة جزم. كمل. يستطيع فيرب مدرمة مجر... يستطيع إيه يا أخويا؟ فيرب. فيرب الفعل بقى فيرب يا أولاد. بس يا ألف بس الفعل بقى فيرب. الولد الباشا بيتضرب، اكسروا الباب. عظيم بيمين ابدا، اللي هيكلم كلمه لا يتعلم مكانه. انت يا جزمه يا ابن الجزم. يا خدي ايه اللي بتبينه ده يا رمضان؟ فك الواله، ابوس ايدك فك الواله. لا يا اخويا مش هفك الواله، الواله ده هيتمد على رجليه، ده قلبني في الدرع. انت مش عارف الواله ده ابن مين؟ هيكون ابن مين يعني؟ ابن وزير التربيه والتعليم. ايوه ابن وزير التربيه والتعليم. يا اخويا انت مسكت في الكلمه قوي، خليه ابن وزير الراي. لا لان في الحقيقه ده ابن وزير التربيه والتعليم. الكلام ده صح يا حضره الوكيل؟ مالها بردت كده ليه؟ ولا اني باين اني جعان؟ كان مستخبي النفين ده كله يا ربي. هيرفدوك يا حبيبي؟ هيقطعوا عيشك؟ يا ريت هتيجي على الرفد وبس يا امي، دول ناويين يحولوها جنايه. هيسجنوه يا اختي، اني ماليش في الدنيا غيره. امن عليك يا رمضان، اول ما توصل مصر تروح السيدة نفيسة تقرا لها الفتح وتطلب من ربنا يخرجك من الشدة اللي انت فيه. مدد يا ستني. وامن عليك يا رمضان، لو ربنا خرجك من اللي انت فيه تروح سيدنا الحسين وتجيب لي ازازة ريحي من جار المقام. مدد يا سيدني. وامن عليك يا رمضان، تيجي